مساء الخير، هذا مطعم غصن التوت للبروستد، ففي حاجة عجبتني فيها وراح تشوفونها إن شاء الله. السلام عليكم. شوف إيش كاتبين. الله يجزاهم خير ويجزى راعي المطعم. هذا مجانا يا سيد؟ هذا مجانا حق ما في نفر فيه فلوس. ايوه، وكل يوم يجي نفر اخذ مجانا. الله يعطيكم العافيه، الله يجزاكم خير. فاللي ما عنده فلوس ويبغى يتعشى فالمطعم هذا متكفل فيه.